هل المحكمة الاتحادية فعلا ألغت كوتا الأقليات؟ هي بس قالت يصبح النص كالآتي: يتكون برلمان كردستان من 100 عضو. وهو أنا عندي إشكالية على هذا، عندي إشكالية على هذا القول. هذا تشريع، والمحكمة الاتحادية يفترض أن تلغي نص تعتبر عدم دستوري بدون أن تضع نص من قبلها. هذا عملية تشريعية. يعني المحكمة تفسر، يعني تقبل الطعون وبالتالي تقيم هذا. يعني قصدك من حطت بديل للنص القانوني؟ من حطت بديل، هذا عملية تشريعية يفترض مجلس النواب. تشريع جديد، قانون جديد، هذا مو شغل مجلس النواب. بلي هكذا ملاحظة، هذا من عندي أنا رأيي، أنه لا تضع نصا بديلا بقدر ما تقول أنه هذا النص غير دستوري لأسباب 1 2 3.